التي كانت تشغل من قبل الكنيسة في غزة أيضاً، وكذلك قصفوا كنيسة أرثوذكسية في غزة، وهي الكنيسة ثالث أقدم كنيسة في تاريخ أو في المسيحية، وهي موجودة في غزة وقصفت وفجرت من إسرائيل، من قبل إسرائيل، حيث كان يحتمي بها اثنين من المسيحيين، والكثير منهم وقعوا ضحايا جراء هذا التفجير والقصف. ما نحن نطالب به هو إنهاء مثل هذا العدوان، وأن تنهى هذه الحرب، لأن هذه ليست حرباً، الحرب تكون بين جيشين، ولكن هذه حرب من جانب واحد، وهي حرب من خلال أو بواسطة الطائرات والدبابات المدفعية فقط، تلقي وتشن قذائفها وقنابلها الضخمة داخل غزة. هذه هي الحرب الحالية، هي حرب لا تعمل من قبل الأهداف أو من خلال الأهداف العسكرية والخطط العسكرية، ولكنها مدفوعة من خلال يدفعها الانتقام، وعندما يكون الانتقام هو الدافع لا يتم احترام أي أعراف، وحكم وقانون الحرب قد انتهك تماما، وكل القوانين الدولية بما فيها قانون القانون الإنساني الدولي انتهكته إسرائيل. لذلك جئنا إلى المحكمة الدولية لكي نقول أن إذا ما كانت إسرائيل تنتهك كل القوانين الدولية، من ينبغي أن ينظر في هذا الأمر؟ هذا مهم للغاية. إذا ما كانت إسرائيل ترتكب الكثير من جرائم الحرب ضد الإنسانية والتطهير العرقي والتهجير القسري والتدمير الكامل وحتى الإبادة الجماعية، حينها المحكمة الدولية وكل الأجهزة المتخصصة عليها أن تنظر في هذا الأمر. هذا هو الوضع. أولا ينبغي أن ننهي هذا العدوان وهذه الحرب من طرف واحد ومن جانب واحد، وبعد ذلك علينا أن ندعو إلى وقف إطلاق النار، فوقف إطلاق النار ضروري ومهم للغاية في كل الحروب. في كل الحروب يتم التفكير بوقف إطلاق النار كاستراتيجية أولى وتطبق أولا، والآن نتحدث عن مفاهيم جديدة ووقف للأعمال الإنسانية. ماذا يعني وقف للأعمال الإنسانية أو وقف الإنسانية؟ هذا يعني أنه يمكن أن نوقف القصف لنصف ساعة ويتم الاستئناف بعد ذلك، أو نوقف القصف في مكان معين ونواصل القصف في مكان آخر في نهاية المطاف. إذا ما أردنا إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل غزة، كيف سنقوم بذلك عندما يتم قصفنا بشكل متواصل؟ كيف لنا أن نقوم بذلك؟ من سيكون في مأمن وفي موضع يجعله قادر على فعل هذا؟ كيف يمكن أن نوزع هذا الأمر من دون وقف لإطلاق النار؟ كيف يمكن أن نوزع المساعدات؟ لذلك وقف إطلاق النار ضروري وجوهري للنجاح عملية توزيع المساعدات الإنسانية. إسرائيل من خلال قطعها للكهرباء والمياه، ومن خلال قطعها لإمدادات الوقود، إنها ترتكب جريمة حرب وتدفع المواطنين للمجاعة، فبذلك إنها ترتكب جريمة حرب. ومن خلال التهجير القسري للشعب من الشمال إلى الجنوب، هذه جريمة حرب في حد ذاتها، والكثير من جرائم الحرب ترتكب من قبل إسرائيل. وهنا في هذه اللحظة ما نسعى إليه
هو تحميل المسؤولية والمساءلة، هذا مهم للغاية. ومن المهم أيضا للغاية أن تبدأ الكيانات المتخصصة بالعمل في هذا الاتجاه. وقف إطلاق النار ضروري ومهم جدا، وعلينا أن نبدأ بإدخال الماء والكهرباء والغذاء والوقود والإمدادات الطبية والمعدات الطبية وحتى الفرق الطبية أيضا، لأنكم تتخيلوا الكثير من الأطقم الطبية قتلت وحيث بينما كانت تقوم بعملها، حتى لا يمكن لنا أن نتعامل مع العدد الضخم من المصابين في غزة. نحتاج العدد الضخم من المصابين والأطقم الطبية غير كافية، نحتاج إلى المزيد من الفرق الطبية للتعاون والمساعدة. الخطر هو أن من ينجو من القصف قد لا ينجو إذا ما كان مصاب وهناك نقص وشح في الرعاية الطبية والدواء والمعدات وما إلى ذلك. وإذا ما لم تكن هناك مياه متوفرة، هناك أيضا إمكانية وفاة الأشخاص. ولكن أيضا نتحدث عن الأمراض والأوبئة التي بدأت في الانتشار في كافة أنحاء غزة نتيجة نقص وغياب الرعاية الصحية والنظافة. عندما تأوي المدارس الآلاف الأشخاص، كيف يمكن لهؤلاء أن يحافظوا على نظافتهم الصحية وأن يتجنبوا انتشار كل أنواع الأمراض والأوبئة؟ لذلك نحن نراقب ونشهد أزمة إنسانية ضخمة تتطور وتتفاقم في غزة إذا لم نتدخل بشكل مباشر وفوري. لذلك إدخال المساعدات الإنسانية ضروري، وعلينا أن نتجنب التهجير القسري للأشخاص، فهذه جريمة حرب. أيضا علينا أن نوفر الحماية للشعب الفلسطيني في غزة. وعندما أتحدث عن غزة أيضا علي أن أتجاهل ما يحدث في الضفة الغربية، ربما ليس بنفس الأبعاد فيما يتعلق بالأعداد والتدمير، ولكن أيضا على المرء أن يراقب بحذر ما يحدث هناك. فمئة واثنين من الفلسطينيين قتلوا منذ 7 أكتوبر من قبل الجنود الإسرائيليين والمستوطنين، و2000 من الفلسطينيين قد أصيبوا وجرحوا منذ 7 أكتوبر، وكل يوم هناك غزوات داخل المدن الفلسطينية والضفة الغربية. المستوطنون يهاجمون الساكني القرى والمدن والبلدات تحت حماية الجيش الإسرائيلي. الوزير الإسرائيلي في الأرض قد وزع 40,000 من الأسلحة ويسلح المستوطنين. المستوطنون العنيفون المسلحون لا يمكن السيطرة عليهم، لذلك سنشهد المزيد من الموت والقتل من قبل المستوطنين للمدنيين الأبرياء من الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقد رأيناهم يحرقون السيارات ويحرقون المباني، وهذا غير مقبول. لذلك الضفة الغربية أيضا في وضع يحتاج إلى الانتباه.